افتتحت مهرجانات لحفد دورتها لهالعام مع الفنان اللبناني جوزيف عطية بليلة مميزة، حضروا أكتر من أهل المنطقة وزوارة، إضافة لمحبي جوزيف اللي قصدوا لحفد خصيصاً لمشاهدته. اللي شو بتعمل بالناس الناس تحبك، تسرق قلبك والأحساس، شو السر اللي عندك؟ ما أعرف تدفع لك عمري، مسخر مسخر محير أمري، على المسرح جوزيف فعلا اشعل الاجواء وقدم ليلي صاخبه عمرت فيها حلقات الدبكي والرقص والفرح. اول شيء انا لحفت بعتبر حالي ابن هالضيعه لانه قريب كثير عايشين بنفس المنطقه وبعرف كثير ناس من هالضيعه الحلوه. من ميلة تانية صيف لبنان حافل جدا، نشكر الله من امبارح كان عندنا مهرجان ومن اسبوع كان عندنا مهرجانين، والحلو انه المهرجانات عم تتنافس مع بعضها للافضل وهذا شيء حلو وعم بيعطي صوره للبنان حلوه. أغاني الراعي الإعلامي الخاصة لمهرجانات لحفد كانت عم تنقل الحفل مباشرة عبر صفحاتها الخاصة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام. أغاني لايف صمونا زعف الأغاني يلا روح عطية اللي صار له فترة عم يتعب على تحضيرات ألبومه الجديد قارب على الانتهاء منه بعد ما كان أطلق أولى أغنيته إلا أنت. أما خلال لقائه معنا فكان كشف بعض تفاصيل العمل المنتظر. الألبوم عم يخلص إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون فاينل أوديو ومحدد أي متى بده يصدر إن شاء الله. خليكي الله يخليكي عمري الجاي بشوفه فيكي، خليكي الله يخليكي عمري الجاي بشوفه فيكي، تربي ولادي وتكوني الزينة بأعيادي، حبك شهادة بلادي لا تروحي. جمهور لحفد غنى رقص وتصور مع جوزيف عطية حتى طلوع الضو وردد معه أجمل الأغاني بمحبة كبيرة بأجواء غلب عليها الفرح والطاقة الإيجابية اللي بيزرع جوزيف وين ما كان. حبك بعد غيمي بعد غيمي بشدي أصفر، المهرجان الليلي اليوم ببلش بعد جهد تحضير 4 أشهر، صعوبات على طول موجودة، تحديات موجودة، نحن موجودين تنقدر نواجه هيك تحديات. إن شاء الله الإقبال هلأ مثل ما شايفين كتير حلو وناس كتير جاية عم تجي وناس عم تتصل، مثل ما مبين عنا اليوم بلحفد والعاني منقل لهم لأغاني أغاني شرفونا وكل الام تي في يجوا يحضروا معنا مهرجانات لحفد. الى جانب لحفد جوزيف عم يتحضر لسلسله من الحفلات والمهرجانات اللي رح يقوم باحيائها خلال الفتره المقبله. عنا الارز هلا اول حفله الارز ان شاء الله، مهرجانات الارز دوليه ومن بعدها كمان في اكثر ما مش حافظهم تصدق قد ما كثار الحمد لله. تعب الشوق يشتاق له تعب القلب يندهله قلبي بحر من قبله المهرجان بلش تنعيد ماضي لحفد كبلدية، لأن لحفد كان لها أمجاد في التاريخ من أوائل يلي بالمهرجانات، فبقى حبينا نرجع هالأيام هيدا وألفنا لجنة برئاسة السيد عبدو أبي خليل عضو البلدية وهو تولى الموضوع
وإن شاء الله يكون الجو حلو والكل مرتاحين. صيف عامر بالنشاطات والحفلات عم بعيش عطية مع جمهوره ليختموا بألبوم جديد، نتأمل أنه يحمله كل الخير والنجاح. اشتغلوا شغل كتير حلو، يعطيكم العافية. الجو كتير حلو، الموسيقى كتير حلوة، وإن شاء الله كمان بتكون عقدنيتهم للشباب، اشتغلوا كتير. وكمان عم ندعي الكل يلي حابين يطلعوا. في عنا كمان كاملين 3 أيام. تنظيم رائع جدا، والله يقوي الشباب ويعطيهم ألف عافية. أنا تعجبت صراحة إنه فكرت إنه بالنسبة لضيعة صغيرة إنه ما رح يكون التنظيم هالقد منظم بطريقة إنه كتير مرتبة وزابطة. حبيبنا، حبيب قلبنا من جوا جوزيف عطية، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. كتير حلو، أنا كتير بحبه، كتير بحب له أغانيه ودايما متابعه على السوشيال ميديا، وعن جد هو فنان بيرفكت عن جد. وين ما بيكون بأي مهرجان احنا بنروح نحضره، وبنحبه كتير 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 كتير. بحبك كتير 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 كتير. ناطرته، بدي اشوفه هلا يوم بدي اتصور معه. بحب كتير اغانيه، ويلا رح يولع اليوم. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش عليك تبعد عني وتلاقيني.